الشخص بيقول لو علم الشخص فتح محل أكل لكن رأس ماله كان من حرام، هل يجوز التعامل معه، توظف عنده، الأكل عنده في هذا المطعم؟ لا حرج في معاملة من اقترض بالربا أو شابه ماله شيء من المحرمات وإثم هذه المحرمات يناط به وحده، لأن المال المحرم لكسبه تناط تبعته بذمة من اكتسبه فقط ولا تتعداه إلى الذمم الأخرى التي انتقل إليها هذا المال بطريق مشروع كبيع وشراء وهبة وإرث ونحوه. فكل نفس بما كسبت رهينة. فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء، وقبل دعوتهم إلى طعام، وقد علم ما شاب أموالهم من المحرمات، فقد كانوا يأخذون الربا وقد نهوا عنه، وكانوا يأخذون الرشوة، وكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل ويقولون ليس علينا في الأمين سبيل. ومع هذا لم يمنع هذا الشوب في أموالهم من معاملة نبينا صلى الله عليه وسلم لهم ومن قبول دعوتهم له إلى طعام. وتبقى أبواب الورع بعد ذلك مفتوحة على مصراعيها لمن شاء. طيب.